رقم خمسة بقى، لما تصلي في الصفوف الأولى، أول صف يغفر له، أول صف وده أول الصفوف. لو علمتم ما في الصف الأول لتكالبتم عليه، لتقاتلتم عليه بالسيوف. إيه الخير؟ ما حديث سيدنا أبي البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إن الله وملائكته، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف، على الصفوف الأول، فلا تختلف الصفوف فتختلف القلوب. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، هو ده. فأنا أبقى حريص، حريص على حب المساجد. أصلا 7 مليون يظلم الله في ظل يوم لا ظل، رجل قلبه معلق بالمساجد. فإحنا نبقى دول ونعلم عيالنا ده، نعلم عيالنا حب المساجد، الصف الأول، انتظار الصلاة بعد الصلاة. طيب سادس حاجة، لما تصلي بقى في الصلاة، ها، صل الصفوف ببعض، صل، خلي ده جنب ده. طب ده هنا في حد لسه ناقص فرجع في الصف اللي ورا، لسه في واحد كده في آخر، لا يا عم والله. صل الصفوف. مش عايز أقول لكم في رمضان كان بيحصل إيه في صفوف الحريم. يا ست تقول لك لا ما أنا مستخنية عشان بس أديلها بقى، يا عم والله لازم نصل، نصل الصف. حط صابع رجل صغير في صابع رجل صغير، او الاقدام يعني تتساوى، يا من الاقدام يا في صابع رجل الصغير في صابع رجل الصغير. حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجه، اللي الحته اللي فاضيه دي يقف فيها، ها، رفعه الله بها درجه. الحديث دي من الاحاديث المنسيه، العبادات دي من العبادات المنسيه ومن السنن المهجوره، من المفروض ان احنا نلتزم بيها. يعني ما اجيش اقول لا لا اصل حته في الجنب بقى انا عشان ابقى براح، لا، صلها الله عز وجل يرفعك درجه، صلها الله سبحانه وتعالى يرضى عنك ويصلي عليك، او يصلوا على اللي بيصل الصفوف. طيب سابع حاجه عشان الملائكه تدعي لي وتستغفر لي ويعني اخد بركه دعاء الملائكه، لما اجي ادعي للغير، لما تدعي للغير ملائكه الملائكه مثله. حديث صفوان رضي الله عنه قال: قدمت الشام، رحت الشام، فأتيت أبي الدرداء في منزل فلم أجد، فوجدت أم الدرداء، فقلت لها، فقلت هي بتقول فقالت هي اللي قالت له، قالت لصفوان: أتريد الحج هذا العام؟ فقال، فقلت نعم. فقلت: أدعو الله لنا بالخير، يدعي لنا هناك بالخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل. ساعة لما أدعي لأخي المسلم في الله، كلما دعا لأخيه بخير: اللهم اغفر له يا رب، سد دينه يا رب، كرمه يا رب، اشفيه، يقف ملك على راسه كده، الملك الموكل بيه، يقول له: امين ولك بالمثل. فادعوا للناس بالخير، اصلا خليك تحب الخير للغير عشان ربنا يعمك منه. تامن حاجه، تعلم الناس الخير. حديث مين؟ حديث ابو امامه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد لله والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناه. علموا الناس ولو آية، ولو آية من كتاب الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته وأهل السماوات حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رب اجعلنا منهم. عرفت خير، عرفت معروف عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به، انشره، علمه للناس. عشان كده دايما بنقول خلي في يومك على الأقل، على الأقل مجموعة من الأعمال الصالحة، منها الأمر بالمعروف. اتعلمت قرآن خيركم من تعلم القرآن وعلم ده الخيري، أحسن حاج، أحسن حاج، علم قرآن معلم غيرك. الأم اللي بتعلم أولادها، الأب اللي بيدخل يبقى حريص إنه في دايما قيمة وسلوك يغرسها في قلب أولاده، مهم جدا الكلام ده.